هي واقعا انطلقت من واقع الألم ومن واقع القهر، من واقع التعذيب والسجون، من واقع القمع الذي لم يبدأ في هذه السنة أو من قبل عام أو عامين أو ثلاثة، ولكنها ثورة وصلت إلى حالة القمة في عطائها وتجليها في هذه السنوات الثلاث الأخيرة. وإلا فمنذ أن حل آل خليفة على أرض البحرين الشريفة ومعاول قمعهم وبطشهم على أهلنا وعلى قرانا وعلى أحيائنا في البحرين، البحرين التي كانت توصف بالنجف الصغرى، اليوم واقعا توصف بأنها كربلاء الثانية. لم يأتي هذا الوصف اعتباطا أو مجرد تسمية للتلاقي، ولكن ما وقع في البحرين حقا هو ذات الاتجاه، ذات اتجاه كربلاء. حينما يقع البغي تنتصر وتتحرك راية الأحرار، حينما كان بنو أمية يبغون على المسلمين ناكثين بعهد الله مستحلين لحرمات الله يعملون في عباد الله بالإثم والعدوان لا يقيمون وزنا لحق ولا لقيم رب كريم هو الخالق العظيم ولا لسنة رسول الله، هنالك انبرى إمام الحق الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليقول كلمة الفصل نحو أولئك الطغاة. حينما تحركت هذه الثورة التي طالبت بحقوق عادلة، ماذا حدث؟ جلبوا لها جيوش من الخارج لأجل قمعها، ومتى كان يحدث ذلك؟ كما جيش يزيد جيوش من هنا وهناك لتقتل الإمام الحسين وأصحابه، كذلك جيش آل خليفة مرتزقة من هنا وهناك لكي يقمعوا شعبنا في البحرين. تصوروا أنه معظم الأحداث المؤلمة التي ألمت بأهل البيت تقريبا ألمت بشعبنا. قبل فترة وجيزة توفت والدة أحد المطاردين. حينما كنت أستذكر ما حدث لذلك المطارد وما وقع على أهله، تذكرت مصيبة مولاتنا الزهراء عليها السلام. حينما دخل ضابط وقد أكثر من الدخول في بيت ذلك الشاب لأنه كان مطلوبا، أخذ الباب ودفعه بشدة نحو أم ذلك المطارد، وهي اليوم قد توفت وقد تعرفونها. كانت الأم تقول وتستذكر أن ما حدث لها
هو ما حدث للزهراء سلام الله عليها، واستقوت بالزهراء في مصابها، وإن كان مصاب الزهراء أعظم. حينما نرى رأس الحسين وأصحاب الحسين وعلي بن الحسين سلام الله عليهم يضربون على رؤوسهم وتتفتح جماجم تلك الرؤوس الشريفة، نستذكر ما حدث للشهيد فرحان في سترة. حينما نرى أن خيام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تحرق في يوم عاشوراء، كذلك نستذكر ما حدث في دوار الشهداء حينما أحرقوا خيام الشباب وأذاقوهم الويل والقتل والرصاص. حينما نتذكر سجن إمامنا الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وما لاقاه من صنوف العذاب والظلم والاضطهاد في أقبية السجون، نتذكر ما يحدث لإخوتنا وأعزائنا المعتقلين الآن ومن قبل في سجون هذا النظام الظالم. حينما نتذكر ما حدث لأهل البيت عليهم السلام حينما كانت قوات الأنظمة الأموية ثم العباسية تأتي إلى بيوت أهل البيت لقمعهم لتفتيش بيوتهم ويدخلون بشكل وحشي كما دخلوا على بيت الإمام العسكري في سامراء ومن قبل الإمام الهادي ومن قبل الإمام الرضا في زمنه، نستذكر ما يجري على بيوت أهلنا في البحرين حيث لا احترام لامرأة ولا لأطفال ولا لحرمة بيت، فإذا هم يدخلون بشكل وحشي وقمعي. حينما نستذكر ما جرى لأهل البيت نستذكر ما يجري الآن في البحرين. أولئك الأطهار واجهوا سلاطين الظلم والباطل في زمانهم، فكانت ثورتهم ثورة حق ضد سلطان باطل، ضد سلطان جائر، واستقامت ثورة أهل البيت بالرفض المطلق للطواغيت، وما من إمام إلا ورفض سلطان زمانه، لأن الإمام هو الحق، هو راية الحق، والسلطان الجائر هو راية الباطل. فكان أهل البيت، وإن وجدنا بعض الأحاديث وهي صحيحة أيضا في قول هنا أو هناك يمثل التقية، إلا أنها بحسب ما يقوله العلماء هو ظرف استثنائي. الاستثناء لا يلغي القاعدة في رفض أهل البيت عليهم السلام لباطل الطغاة ورفض مطلق، بل يؤكد القاعدة لأنهم تحت الضغط قالوا هذه الكلمة أو تلك، وتحت الضغط قبلوا بصلح ما حينما صالح الإمام الحسن عليه السلام، وتحت الضغط قبل الإمام الرضا بولاية العهد، وإلا فإنه من دون الضغط هنالك رفض تام لحكم الطغاة. حينما يتحرك أصحاب الحق
الذين يحملون مشروع الثورة، هؤلاء المضحون هم الذين يدفعون الثمن من حياتهم، من أرواحهم. فإذا بهم بين سجين أو جريح أو قتيل أو مطارد أو مقموع في الميادين، هؤلاء الذين يدفعون الثمن. ليس من حق أحد غيرهم أن يعين ما هو المثمن وأن يقول عليكم أو لكم أن تقبلوا بهذا الأمر أو ذاك. من يدفع الثمن تضحية، فداء، عطاء في سبيل الله، في سبيل تحرير هذا البلد العزيز الشريف، هو الذي يقبض الثمن. ليس من حق غيره أن يقول هذا هو المثمن. من عليه الغرم فله الغنم. هؤلاء الفتية الذين قاموا بالثورة وابتدأوها وصنعوا هذا الواقع المجيد، واقع التحدي، ليس من حق أحد غيرهم أن يقول لهم أنتم تريدون هذا أو ذاك، وهم الذين يضحون ويدفعون الثمن. هؤلاء الشهداء وأهاليهم ومن يلتف حول هذه الراية المجيدة هم الذين يعينون المثمن، وهو إسقاط النظام وإقامة دولة حق قادمة بإذن الله. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. وليس من حق أحد أن يقول للثائرين والمقاومين أنكم على خطأ. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ليس عليهم سبيل أن يلاموا ويقال لهم أنتم تقابلون العنف بالعنف، بل من حقهم أن يردوا ذلك الباطل وذلك العدوان. ولا عدوان كما يقول الله إلا على الظالمين. ليس هناك كلمة لوم ينبغي أن توجه ولا لحرف ولا أقل من حرف ضد من يردع الظالم ويرد عدوانه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير أولئك لهم عذاب أليم. هذا هو قرآن الله الناطق يتحدث عن قضيتنا في البحرين وكأنه نزل في قضيتنا. لا ينبغي أن يتوجه اللوم إلى شبابنا المقاومين فيكونوا هم المدانون، ويكون اللوم عليهم، بينما طغاة آل خليفة الذين يعنفون الناس ويدخلون البيوت ويهدمون المساجد ويقمعون الناس ويقتلون الناس لا لوم عليهم. هم بدأوا بالعنف وليتحملوا هذا العنف المضاد لهم. هذه الثورة ثورة حق بقرآن الله قامت وستبقى. وليس من حق أحد أن يخالف كتاب الله بقول من هنا أو هناك. كتاب الله هو الحاكم وهو سبيلنا للنجاة. ومن فخر هذا الشهيد شرف البحرين حسين أن في شهادته تم رفع أعلام أهل البيت، لأنها أعلام الحق، أعلام القدوم القادم لإمام العصر. نحن لسنا ثورة طائفية، ولكن أهل البيت هم مشروع نجاة العالم، وليس مشروع نجاة حتى الشيعة ولا المسلمين.
مشروع أهل البيت والإمام القادم مشروع تحرير العالم، فكيف نقول لمن يرفع رايات أهل البيت ورايات الحسين أنه طائفي؟ هل الإمام المهدي والعياذ بالله رجل طائفي أم رجل تحرير للعالم؟ فلترتفع رايات أهل البيت في البحرين، وكفى بها شرفا ومجدا لنا، وليخسأ العلم الخليفي فلا يقام له كما كان أولئك الأبطال في العكر بالأمس حينما لم يسمحوا لعلم العمالة والاحتلال البريطاني الخليفي بأن يرفع، وإن حدث ما حدث من قبل وتم التصحيح لا يقال أن الشهداء من قبل قد وضع عليهم هذا العلم. حدث ذلك تسامحا، الآن بدأ عهد التصحيح. ليس من حق أحد كائنا من كان أن يوجه الثورة بأهداف حزبية، إنما الثورة قرآنية حسينية، الثورة ثورة الله أكبر على كل الطغاة المتجبرين. نحن في البحرين لا نقابل بآل خليفة هؤلاء الظلمة الساقطين، بل نقابل بآل سعود وأمريكا والصهاينة. نحن إذا نقاوم في البحرين فإنما عن شرف الأمة، ومشروع المقاومة في البحرين هو مشروع ديني إلهي، ليس من حق أحد أن يرفضه ما دام هنالك عدوان، ما دام هنالك تعدي على كتاب الله. ألم يضرب كتاب الله علنا في البحرين وتهدم مساجد الله في البحرين؟ فإذا من حق الشعب ومن حق الجماهير أن ترد الصاع صاعين وترد بمقاومة العلل ما يقوم به هؤلاء الظلمة في البحرين. هذه هي حقيقة الحياة. غاندي يتشرف بالإمام الحسين. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول كل ما لدينا فهو من عاشوراء. كاسترو، جيفارا، ثوار العالم يتشرفون بالإمام الحسين. البعض منا لا يرضى بأن ترفع راية الحسين. هذه الراية المباركة انتصر بمنهجها من هم خارج الإسلام، والأولى أن ينتصر بها المسلمون في دائرة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز وطننا بالإسلام ويرد كيد الظالمين ويدلهم وهم أهل النفاق والبغي والعدوان، وأن يجلل روح الشهيد العزيز حسين أحمد شرف عند مليك مقتدر في جنات الروض المقدسة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يرحم شهداء البحرين، وأن يفرج عن سجنائنا وأسرانا وأسيراتنا، وأن يشافي جرحانا، وأن يمن علينا جميعا بالنصر المؤزر. النصر إن شاء الله من عند الله وليس من أحد غيره. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.